يقول السائل: هناك من يدعي بعض الكرامات، ومن ينسب إليه أن ما يفعله كرامة، فكيف أفصل؟ هو شف أي واحد عنده كرامة أو خارق عادة انظر إلى عمله، فإن كان مؤمنا صادقا فهذه إعانة من الله وهي كرامة، أما إن كان كافرا أو زنديقا أو ساحرا أو فهذه إهانة من الله، خارق شيطاني ليضله بذلك. نعم، فأنت تنظر إلى عمله، لا تنظر إلى الخارق الذي معه، انظر إلى عمله، هل هو صالح ولا ما هو صالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا قلت لشخص، ولهم قد يطيرون في الهواء ويمشون على الماء، لأن الشياطين تخدمهم وتحملهم في الهواء، تحملهم على الماء، قد يدخلون في النار ويدخلون في النار لأن يتخذون حيل تمنع حر النار عنهم، أو أن الشياطين تحملهم عن النار، أو أنهم يعملون قمرة يروجون على بصرك أنهم دخلوا النار وهم ما دخلوها، إنما هذه قمرة عملوها، سحر، نوع من السحر، فلا تصدقهم عند هذه الأمور، تثبت. نعم.